واقف على عهدي على ديني. من داخل الباص في باتومي ننقل لكم هذه اللقطات جميلة في طريقنا إلى الشلالات لقضاء يوم رائع وممتع وممتع في رحلتنا. مين في عنده وصلة آيفون يا شباب؟ الصد تبع باتومي، هذا نهر باتومي، لكن انه هذا السد اللي عن طريق تمريض الكهرباء. برجع وبحكي لكم انا عبد الله ابو علي، واسمحوا لي اني اصور لكم فيديو. برحب فيكم في جورجيا، وانا مبسوط بمعرفتكم. انا الجماعه اهلنا واخواننا من ال 48، اهلا وسهلا فيكم، وانا مبسوط كثير اني تعرفت عليكم. تفضل تحكي على الهواء بث مباشر ابو علي، تفضل. الله يعطيك الصحه والعافيه. انا معكم ابو علي من طيفي باتومي، هي اكثر من شركه في باتومي، بشتغل دليل سياحي سياحه داخليه في جورجيا، ملم كثير في بعض الامور لجورجيا من ناحيه ابو علي يعطيك العافيه. بدنا موسيقى هسه حاليا فنعمل خلط هيك بين الأجواء، نعطي